آدم مننا عبارة عن شوية مواقف، والمواقف دي هي اللي بتصنع ذكرياتك في قلوب الناس، فخليك حلو علشان السيرة بتعيش أكتر من العمر. تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع عامل إزاي، يلا بينا. مساء الفل. مساء النور يا فندم. الأخبار؟ الحمد لله تمام. إزيك يا عروسة؟ كويس. عاملة إيه؟ كويس. اسمك إيه؟ مينا. مين؟ فيلومينا. ايه؟ فيلومينا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ النهارده بنتكلم عن الذكريات الحلوه اللي احنا بنسيبها في قلوب الناس، سواء ذكريات حلوه او ذكريات مش حلوه. فخليني اسالك سؤال بشكل مباشر. اتفضل. صوت تكه مفتاح والدك وهو راجع زمان من الشغل بتفكرك بايه وبكل امانه؟ باحسن ايام الواحد عاشها في حياته وهو طفل صغير، والواحد بيقول يا ريت الايام دي ترجع تاني. وبتحسس الواحد بالدفء والحنان للأب والأم والأسرة ولمة العيلة القديمة اللي الواحد يتمنى أنها ترجع تاني، اللي احنا افتقدناها في الوقت الحالي. تعمل كده مع أولادك؟ بعمل، بس أنا طول الوقت طبعا مشغول، بس بحاول أعوضهم في الوقت اللي أنا موجود فيه. بتحاول تعوضهم. طب نسأل بقى البنت الصغيرة، بابا هو داخل البيت اول ما بتسمعي صوت بابا كده او صوت عربيته او صوت المفتاح وهو بيخش جوه، ايه الكلام بتاع الباب، تحسي بايه؟ بحس هو داخل. ها؟ يعني هو بيجي يفتح بحس ان هو داخل. بتحس ان هو داخل؟ بتخافي وتستخبي تحت ال. مساء الفل. مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله. منين؟ السعوديه. يا اهلا وسهلا باهل السعوديه. منين من السعوديه؟ من مكه. يا سلام، ارض الحرم. نعم. طيب سؤال النهارده بيقول لك صوت تكة مفتاح أبوك زمان وهو داخل البيت بيفكرك بإيه؟ صوت تكة مفتاح أبوي هذا بيفكرني بالخوف، كنا نخاف يوم يجي البيت الله يرحمه، يعني شيء قديم ونفرح بجيته لنا. بتخاف ولا بتفرح؟ لا، بنفرح ونخاف منه، يعني إذا كنا غلطانين أو حاجة. بتعمل إيه مع أولادك؟ فيش. بتعمل ايه مع اولادك وانت داخل عليهم البيت، بيخافوا منك ولا بيفرحوا بيتنططوا من الفرح؟ لا بيفرحوا، وانت اصلا لازم تعطي اولادك وانت داخل البيت تعطيهم الفرح والابتسام. بتحاول طول الوقت تسيب ذكرى حلوه في قلوب الناس وبصراحه. وبتعمل ايه يعني علشان تسيب ذكرى حلوه في قلوب الموظفين اللي عندك او اللي شغالين تحت منك او اهل بيتك او اصحابك؟ بتتصرف ازاي وبتعمل ايه؟ اول حاجه بتكون الابتسام على الوجه، وتمزح مع زملائك وتفرح معاهم ولا تكون زعلان على طول. النهاردة موضوعنا عن الذكريات الحلوة. احنا بشر ومن المواقف اللي احنا بنعملها بنحدد ذكرياتنا في قلوب الناس، يا اما المواقف دي تبقى حلوة يا اما مواقف مش حلوة، صح كده؟ مظبوط. عايز اسألك سؤال، صوت تكة مفتاح والدك وهو داخل من البيت زمان بتفكرك بايه؟ بالامان، بالطمأنينة، بالسعادة، بكل حاجة طبعا حلوة. يعني هو الحاج يعني الحمد لله ربنا كويس وما حرمناش من حاجة، وهي دي الذكريات والمواقف اللي احنا بنفتكرها دايما. يعني دي من الحاجات اللي اهم حاجة، الامان، انت حاسس ان عندك سندك وامانك موجود معاك، فده اللي انا بحاول اصدره دلوقتي. يعني ما انا كنت لسه اسألك، هل بتعمل كده مع اولادك؟ يا ريت والله، انا بحاول طبعا. بابا هو داخل من البيت اول ما بتسمع صوت العربيه وهي بتقفل، او بتسمع صوت المفتاح وهو داخل كده جوه الكلوم بتاع الشقه، تسمع الكلام ده صح؟ تحس بايه؟ بس بجد بابا هيغمض عينه. قول لي في ودني. تحس بايه؟ خف؟ لا. تستخبى تحت الترابيزه؟ لا. بتعمل ايه؟ عادي، بحب يخلي بحب ان هو يحب يقعد معايا وكده. تفرح لما بتشوفه؟ صوت تكة مفتاح والدك هو داخل من البيت زمان، عايزك تفتكر كده، تفتكر شعورك وقتها كان عامل ازاي؟ في ناس تقولك لا ده احنا كنا بنترعب، كنا بنتخبى تحت السفرة ونستخبى في الأوض بنخاف جدا، ودي ذكرى مش حلوة. احكي لي عن تكة مفتاح والدك بس بأمانة. الله يرحمه. لا الله يرحمه بجد ومن قلبي، انا اسمي ناصر فاروق وعلى اسم عبد الناصر وقبليه الملك فاروق ابويا الله يرحمه. وطني. ايوه قوي. فانا بحكي لك النقطة فعلا، لا ذكريات حلوة جدا، ابويا الله يرحمه كان محبوب فعلا وكان ليه سيره طيبه بفضل ربنا لغايه النهارده بيتفكر بزيره كويسه قوي قوي الحمد لله. بتعمل كده مع اولادك؟ بحاول، بس الجيل اتغير خالص. بتعمل ايه؟ لا بحاول فعلا. فكره ان هي في
قرب وألفة، بس الدنيا اتغيرت، الموبايلات فصلت الناس كلها عن بعض، دي حقيقة. إنما زمان لا، كنا متلم كلنا على سفرة واحدة، كلنا متلم كلنا على برنامج واحد، على فيلم واحد. إنما دلوقتي كل واحد في وادي للأسف. شغال فين يا فندم؟ أنا قطاع خاص. في تحت منك موظفين؟ المفروض. تعمل معهم حلو ولا تعمل معهم ازاي؟ والله حلو جدا، وللاسف بدلعهم وعلى حساب انا. بالفرض ان انت سبت الشغل دلوقتي ومشيت، تفتكر الناس اللي تحت منك، احنا بنفوق بعض بجد والله، تفتكر الناس اللي انت كنت بترقصهم في الوقت ده يفتكروك بايه؟ هيقولوا الراجل ده ايه مثلا؟ بفضل ربنا في ناس مشيت من عندي مثلا من 20 سنه بيتصلوا بيا في الاعياد وبيعيدوا عليا. معناها ايه؟ ان انت راجل كويس، سايبين ذكرى كويسه الحمد لله. طب خليني اعكس السؤال، في حد تفتكره كان مديرك مثلا او كنت بتتعامل معاه ومن كتر ما هو ساب بصمه سيئه جواك مش طايق تشوفه او بتمشي عايز تمشي مشارع تاني بتفتكره بتتضايق؟ لا طب ما احنا عايشين بنقابل ده وده. ايوه انا بسالك في ده، احنا سالتك في الجزء ده. كل المجالات فيه كده طبعا. اكيد فيه، فيه طبعا بتتضايق. ليه مش بتضايق؟ بفتكر يعني بقول بقى الله يسهله يعني.